السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ وياكم مهمل من قناة جيم ستار. طبعا والله ما اعرف شلون اشكركم، احنا وصلت 9000، يعني والله عدد رهيب. يعني اشكر كل الوطن العربي لان جاي اكون وياه هيجي وقفة حلوة. والله ما انساكم وياها طول عمري. سوينا تحدي الصوت، وسوينا تحدي المظلة، وسوينا تحدي تعرف السلاح يعني من صوته، راح تلقاهن جوا بالقناة. طبعا ان شاء الله راح نوصل 9000، وهسه جايبكم تحدي كلش حلو، تعرفوا يعني صاحب الجنطة. فيلا خلينا نبدأ. فبدينا التحدي، يعني شوي راح اتأخر بين ذيك وياها سي بين ذيك، يعني القديمين راح يعرفوه. لا شوي، اها عرفتها، جي مال بيتزا مبين لانها طماط بندورة. بس هذا اي صحيح، اما القفز وقفز هاي شوية صعب. عرفت عرفت بي. لا يا الله ليش، والله ما ادري، بس حدنا عندنا غلط. هاي مبينة، هاي انا راح اقول اخر شي على مود ما غلطكم. بين ذي شو يا اخي، اقوى سكن يعني الناس تموت على سكن. اي سكن كلش حلو. اها بين ذي شو يا جي ما الفضاي. هذا ما صيني اي. طبعا ساعدنا بس واحدة غلط، وهاي صحيحة من هسه قلتلكم بي صحيح. والله يعني شوية شكيت بينات، هاي هم صحيحة. عندنا يا اخي بس واحد خطأ دي بينات، عرف. اها هاي ما اعرف، على ما اعتقد جي، ما ادري ما اعرف. هاي عندنا صار اثنين خطأ، حسدنا روحنا. هاي مبين مبين ذيك يا مثل عين الشمس. اي حرامي، لحد الان عدت اثنين خطأ. اها شو النمر مقنع، هاش تصير مرته جي تقريبا مرته. يا اخي مبين صدق ما عرفتو، هاي سكن اخر شي نزل او مين اسمه سي. هذا اها مبين، لا بس اقناع اتش. لحد الان عدنا بس غلطين، كتبوا لي بالتعليقات ايش كم غلط عندكم. هذا مبين بي باتمان، كنا باتمان. لا ها صعب، اعتقد لان خضار جيب. الله هنشوف جيب بركة الله. والله يا شباب صحيح، والله جبناها انت غير صح. اها يا اخي دي هي دي واي دي واي، هم هذول السكنات ما جتهم وصار السيزون الخامس وجتي. هاي اي، لا يا شباب هاي غلط. ايوه فهم اثنيناتهم دول صحيحين، لان هذا ولد. والله يا اخي حيره، ما ادري ايش اختار جيب. والله جي، والله يا شباب صحيح. طبعا يا شباب هنا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى تدوس لنا لايك وتشترك بالقناه، وان شاء الله عجبك المقطع واكتب لي اراء بالتعليقات. ان شاء الله المقطع الجاي راح يكون عن كلاش رويال، مقطع رهيب راح يكون. والله اشكركم على دعمكم الرهيب، طبعا معروف ما راح انساه طول عمري. فألف ألف شكر لكم، ألف شكر كل الوطن العربي، لأن جاني واحد قال لي شو أنت تخص السعودية بذاك المقطع، كل الوطن العربي على رأسي. وهنا وصلنا نهاية المقطع، مع السلامة.